بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مشاهدينا الكرام، حياكم الله في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا، برنامج مكعبات رمضانية. مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود إليكم. عدنا وإياكم مشاهدينا الكرام في برنامجنا، برنامج مكعبات رمضانية. مشاهدينا الكرام، نحن اليوم مع ضيف جديد وأسئلة جديدة ومتنوعة، وراح نتكلم بها عن التفكر بالله وخلق الله مثلا. رحبوا معي بضيفي هذه الحلقة. السلام عليكم. عليكم السلام. شلونك حبيبي؟ زين. مشاهدينا، طبعا برنامجنا يحتوي على مجموعة مكعبات، كل مكعب يحتوي على سؤال يوجه لضيف الحلقة. المكعب الأول سؤاله: اسمك الثلاثي وعمرك وسكنك. اسمي منتظر نعم عليوي، عمري 13، موقع السكن كربلاء المقدسة. المكعب الثاني سؤاله: في أي مرحلة دراسية؟ أنا الأول متوسط إن شاء الله. المكعب الثالث سؤاله: شنو طموحك العلمي؟ إذا صرت دكتور عم دعالج المرضى. هم تقدر بهذا مجالك تخدم أبا عبد الله عليه السلام؟ إيه. شلون؟ وضح لي. مثلا فقراء ما عندهم فلوس، يعني هذا عالج ببلاش. المكعب الرابع يوجه لك سؤال ويقول: شنو يعني لك شهر رمضان المبارك؟ شهر رمضان هو شهر الخير والبركة، شهر الرحمة والقرآن الكريم. خليكم يا حبيبي. مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود إليكم. عدنا وإياكم مشاهدينا الكرام في برنامجنا، برنامج مكعبات رمضانية. المكعب الخامس سؤاله: شلونك ويا الصوم والعبادات؟ إن شاء الله أنا قبل كنت ما أصوم رمضان كله، وإن شاء الله وتعودت هسه، وإن شاء الله أصوم هذا رمضان كله. المكعب السادس يطرح عليك السؤال ويقول: أهل البيت يردون من عدنا أن نصلي ونصوم ونفكر بخلق الله واللي خلقه لنا، فإحنا شلون نقدر نصوم ونصلي ونفكر؟ نصلي على الوقت اللي الله رايد علينا، ونصوم برمضان، وإذا فد يوم ما قدرنا نصوم نعوضه بغير يوم، ونبحث ونجرب ونشوف ونفكر بخلق الله. المكعب السابع يطرح عليك السؤال: برأيك شلون نتفكر ونفكر بخلق الله سبحانه وتعالى مثل الأشياء اللي خلقها لنا؟ الله لما خلقنا مثلا الطير، النخلة، المي، فلما أشوف الطير أجي أكله، والمي أشربه بفائدة أنه، والنخلة خلقها على مود ناكل ثمرها ونقول سبحان الله. المكعب الثامن والأخير هو سؤاله: شنو من الأعمال اللي أنت تحب تسويها، تحب تقدمها للإمام حسين عليه السلام؟ مثلا أقدمها للإمام الحسين، مثلا أخدمه، والفقراء مثلا هم نخدمهم وأعطيهم مثلا أكل وجبات. شكرا جزيلا لك حبيبي. شكرا جزيلا لكم مشاهدينا الكرام. مشاهدينا، فاصل ونعود إلى ختام هذه الحلقة. عدنا وإياكم مشاهدينا الكرام إلى ختام هذه الحلقة، وحبينا في مسك الختام أن نهديكم هدية، ألا وهي حديث من حديث الإمام الحسن العسكري عليه السلام، إذ قال: ليست العبادة كثرة الصلاة والصيام، وإنما العبادة كثرة التفكر بأمر الله. مشاهدينا الكرام، إلى هنا انتهت حلقة من حلقات برنامجنا، برنامج مكعبات رمضانية. في أمان الله.
الله.